نشر موقع The Intercept مقالاً عن مصير الناشطة الحقوقية اليمنية هدى أسراري التي أجبرت على الخروج إلى المنفى بعدما وثقت وفضحت السجون التي أدارتها الإمارات في اليمن، حيث تقول إن هناك أكثر من 1000 معتقل لا يزالون داخل المعتقلات، كما أن هناك 40 شخصاً لا يزالون في إعداد المفقودين. وفقاً للموقع فقد وثقت أسراري قصص الكثير ممن تم اعتقالهم بالقوة من منازلهم، حيث تقول إنه لم يكن لديها أي خيار للوقوف صامتة بعد استماعها للانتهاكات والجرائم. كما أسهمت أسراري مع عدد من الناشطين في الكشف عن سلسلة من السجون السرية التي أدارتها الإمارات بمساعدة ومعرفة من القوات الأمريكية. ولفت الموقع إلى أن أسراري عقب بأربعة أعوام من العمل الذي ترك أثرا عميقا على حياتها هربت من اليمن بعد أشهر من مقتل ابنها الشاب، إذ تؤكد أن قتله هو انتقام مما قامت به بعمله أو مما قامت بعمل من فضح للممارسات في السجون السرية.